الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبينا فيما سبق أن الغيب هو ما غاب عن المدركات المحسة من السمع والبصر والشم والذوق، وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية. هذا هو الغيب، إلا أنه قد يكون غيبا عند بعض الخلق ولكنه مشهد عند البعض الآخر، فلا يسمى غيبا مطلقا. وقد يكون غيب عن جميع المخلوقات، وهذا نوعان: نوع ترك الله في ملكه مقدمات توصل إليه، كالمخترعات والمكتشفات التي يكتشفها الإنسان، هي غيب في عصر ولكن لها مقدمات في الكون، من النظر إلى معايير الكون والاستنباط والتجربة فينتج مكتشف. هذا المكتشف كان غيبا قديما وصار محسا مشهودا، إلا أن له مقدمات الخلق يبحثون فيها، فإن صادف ميلاد الغيب بحث البشر يبقى التقيا، وإن جاء ميلاد الغيب من الله ولكن البشر لم يعملوا له مقدمات ليصل إليه، جاء الله بالغيب في طريق الصدفة، لأن ميلاد الغيب قد جاء. إذن فكل غيب في الكون له ميلاد، فإن صادف بحثا من البشر التقى البحث مع الميلاد، وإن لم يصادف بحثا جاء الغيب صدفة. وأكثر الأشياء التي ننتفع بها الآن جاءت صدفة، يبحث في شيء فيضع الله الغيب في شيء شيء آخر. وهناك غيب عن كل البشر ولا مقدمات له أبدا، هذا غيب مطلق استأصل الله به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فإذا كان الرسول يعلمنا بشيء لا نقول إن الرسول يعلم الغيب، ولكنه يعلم الغيب، يبقى ما فيش واحد يدركه بذاته أبدا، لا يبقى معلم غيره. وهناك أشياء استأثر الله بها ولا للرسول، ولذلك لما سئل رسول الله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ورسول الله يحدثنا في معراجه أن الله قد أعطاه ثلاثة أوعية: وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة، ووعاء خيره فيه فلا يعطيه إلا لأهل الاستعداد السلوكي الذين يتقبلون أسرار الله ولا تنكرها عقولهم، ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا أبو هريرة: إن رسول الله أعطاني وعائين، أما أحدهما فقد بثثته، يعني رويته أكل، وأما الآخر فلو بحت به لقطع حلقومي هذا. يبقى دي من الإيه؟ أسرار. إذن وهناك غيب اسمه غيب الإنسان وغيب الأكوان. غيب الأكوان نبحث عنه ونروح للظاهرة ونبحث فيها بعلمنا وندخل تجربة ونطلع منها أسرار كثيرة جدا، والأسرار التي نستنبطها بواسطة العلم من التجارب بتنفعنا كثيرا. وهناك هذا غيب الأكوان، ولكن غيب الإنسان هو ذا اللي فيه سياج شوي. غيب الإنسان لا يريد الله أن يهتك إنسانا عند إنسان، غيب كل إنسان يظل غيبا له، وإلا فلو أبيح لك أن تعلم غيب غيرك فأبح لنفسك أن يعلم الناس غيبك. يبقى إذن هذا غيب ممنوع، ما حدش يقول. ليه؟ قال لك: لأن الله يريد أن يسري نفع الناس بالناس. فلو أن إنسان فيه مواهب كثيرة وله إحسانات متعددة ثم عرفت عنه غيبا واحدة، ربما زهدك هذا العيب الواحد فيما عنده من حسنات فترفضه، يقول لك: لا أنا أسترها. ليه؟ عشان تنتفع ببقية حسناته. وكما سترت عليك غيب غيرك سترت عن الغير غيبك.
فإن أردت أن تعلم غيب غيرك اسمح لغيرك أنه إيه؟ أنه يعلم. ولله حين يقول ولله غيب السماوات والأرض بتقديم لفظ الجلالة كده باللام، يبقى معناه أن هذا أمر مقصور عليه. ولله غيب السماوات والأرض، طبعا وما بينهما وما وراء السماء والأرض، ولكن هي السماء والأرض هي المشهودة لنا أكوان نحن لنعرفها. وبعد ذلك يقول الحق وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. لماذا جاء بهذا الغيب الوحيد؟ أم قال لك لأنه هو الغيب اللي استأثر ربنا سبحانه لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن ده غيب جبهة للغيب المطلق المطلق اللي محدش يعرفه إيه؟ محدش يعرفه قبل. وبعد ذلك قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ما هو اللمح؟ فيه رأى، فيه نظرة، فيه رمقة، فيه لحظة، فيه لمحة، كلها تدل على الرؤية العامة، ولكن كل لفظ له نطاق. فرأى بجمع عينه، ورمق بأعلى، ولحظ بجانب الله. إذن فكلها مرئيات، إنما كل واحد لها إيه؟ فمعنى معنى لمح البصر يعني إيه؟ اللمح هو إيه؟ أما الحدقة مرة عايزة تنظر إلى ما فوق فتتحرك الحدقة من أسفل إلى أعلى، شوف اللمح التحرك ده، ومرة تشوف أسفل فتتحرك من أعلى، ومرة تشوف على اليمين، ومرة تشوف أهي اللمحة دي انتقال حدقة من وضع إلى وضع، ودي سريعة جدا. فقال أمر الساعة عندي كلمح الإيه؟ زي ما نقول كطرفة عين. ولكن اللمح حدث، والأحداث لها أزمان، قد تطول الأزمان في ذاتها ولكنها تقصر عند الرأي. العلم الحديث قرب لنا المسافة دي في إيه؟ قال لك إذا كان فيه ماتش كورة ويعملوا وجه جون وعايز يوريه لك كده ببطء، يقوم يعملوا على الإيه؟ نسميه على البطيء. الجون اللي أنت بتشوفه كده لا بصر، تاخد زمن وانتقل كده وكده. ولذلك لما يعملوا لك على البطيء إيه؟ ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ بس الزمن في السرعة تجمع تجمعا لا تدركه بأي لا بدقيقة ولا بالثانية. لما هو حب يفقطولك كده بالبطيء عرفت الايد انتقل كده اتحركت حركة سريعة. ولكن لو هو واحد صورها وبعد ذلك قالها على البطيء تلتفت تلاقي ان الايد ما راحتش كده على طول فعملت. اذن فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان، جزئيات حركة في جزئيات ايه؟ زمان. فلمح البصر ده اللي هي طرفة العين هتتحرك الحدقة، ومعنى من اعلى الى اسفل او من اليمين للشمال او من الشمال الى، هتاخد زمن ولا لا؟ وتاخد وقت ولا لا؟ ام لا؟ اذا ما بقولش الكلام الا كطرفه عين، معناها هي طرفه عين، ده هي ده طرفه العين في الزمن، بس زمن متداخل، ده هي اقرب من طرفه العين ومن لمح البصر. امر الساعه، اذا قيل لك امر ما امر فلان؟ يعني ايه حكايته؟ تحكيله كذا وكذا وكذا وكذا. طب امر الساعة ايه؟ امر الساعة الموجود ساعة تقوم يموت اولا ثم يحيى الجميع، من مات سابقا من مات ساعة اكبر، يبقى اماتة للموجود واحياء للجميع، وبعدين حشر، وبعدين حساب، وبعدين ثواب وعقاب، عمليات كتيرة قوي ولخلق متعددين. نشوف من يوم بقت ادم والجن والانس مسألة بذلك. قال لك دي كلها تأتي كلمح البصر، اوعى تفتكر ان لها زمن. ليه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس اللي ماتوا من لدن آدم الى ان تقوم الساعة، احنا نقول ده غابوا طويل في القبور كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشية او ضحاها. يبقى الزمن بيجي ازاي؟ ده الزمن بيجي من تتبعك الحدث، انما حين لا يوجد حدث يبقى ما فيش زمن خالص. هم اكلوا ساعه الواحد ما ينام وبعد ذلك يستيقظ، اي يستطيع حين يستيقظ ان يحدد كم نام من الساعات؟ لا يحددها الا على غالب ما يكون في البشر. ولذلك قال له لبسنا يوما، هي ما فيش غير كده الله، ولبسنا يوما او بعض يوم، لا
309 واللي قال برضه لبست يوما او بعض يوم بتاع المائة سنة قال له لا لا انت قعدت 100 سنة. طب ازاي قال كده؟ قال لك لانه اهل الكهف لو رأوا في بعضهم ما لم يروه ساعة ناموا لأعطوا عمر. افرض كان شاب وهم فتية وبعدين لقوهم شعرهم ابيض يديلهم ثمن قد كده ولا لا؟ كأنهم ساعة بعثوا من مرقدهم لم يتغير شيء في خلقتهم، لدرجة انهم لما شافوا بعض قالوا ايه؟ يوم بعض يوم. لو ان حصل تحرك يبقى اذا الزمن بالنسبة لعدم الحدث زمن ملك بالنسبة لعدم، والاشياء بالنسبة لله لا تعالج وانما هي كن فيكون، كن فيكون، بل كن مكونة من حرفين والكاف والنون. الكاف لها مل لفظ وله زمن، والنون برضو لها لفظ وزمن، برضو اقرب من الكاف والايه، انما ما فيش اقل من كده عشان يفهمنا، ما فيش اقل من كده عشان ايه فهمنا. اول امر ساعة في ان الحق سبحانه وتعالى يجعلها كده جامعة للناس الا كلمح البصر. كل ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن، لان الذي يقاس بالزمن انما هي الاحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة تتوزع على الزمن. احنا قلنا اذا اردت انا هنا دي هنا، فاذا اردت ان انقلها الى هنا اعمل كده، يبقى ما خدتش مني إيه؟ لو اني جه طفل صغير وننقل دي من هنا لهنا يعمل ايه؟ يجي وياخدها كده ويمشي بها كده، تاخد زمن ولا ما تاخد؟ اذا فالزمن بالنسبة للحادث يتناسب مع قدرة الفاعل، يتناسب مع مين؟ فلما يجي فعل يجي واحد يقول لك شل لي مثلا الكذا طن اسمنت دول من هنا حطهم مثلا في الشغل، والله ان كان هو يشل شكارتين يشيل شكارتين، ان كان ما يقدرش يشيل الا شكاره يشيل شكاره. الله، اذا حسب قوته يجي الزمن بتاع الايه؟ الحدث. ولذلك قلنا في الاسراء لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اسري به في ليله، الناس قالوا ما تدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب عليها اكباد الابل شهرا؟ يقولون تضربوا لها اكباد الابل شهرا لان حدثكم عايز علاج وعايز انتقال وعايز، انما ربنا اللي هو محمد قال اننا سريت من مكه الى بيت المقدس، وانما قال اسري به، فمن الذي اسرى؟ يبقى الزمن يقاس بمين؟ يقاس بالحق. فاذا قيس بالحق يبقى لا زمن، يبقى لا زمن. وما امر الساعه الا كلمح البصر، ادي كلمه او هو ايه؟ او هو اقرب. ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، وما دام الأحداث تختلف باختلاف القدرات يبقى قدرة الله هي القدرة العليا، يبقى لو قستها بالأحداث يبقى لا تحتاج الأحداث عنده لإيه؟ لزمن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم، هو طبعا من الأرحام اللي في البطون، والمظروف في مظروف يبقى يعتبر هو إيه؟ مظروف. انت فرض انك انت قلت في جيبي كذا نقود او في حافظتي كذا نقود، التعبيرين صح ولا لا؟ لان في الحافظة والحافظة في مين؟ في الجيب، وتقول معي نقود برضو ينفع ولا ما ينفعش؟ فالمظروف في المظروف ظرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أمهاتكم يعني جمع أم، وهم ساعة ما جمعوا أم كان المفروض أن يقول أم أمات أماتكم، إنما زودوا الهاء هنا، زودوا الإيه؟ زودوا الهاء هنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. ساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية، كل حاجة فيه تبع الأم، فإذا شاء الله أن يولد يبقى يعمل له حياة إيه؟ ذاتية بقى. ولذلك تسأل الأطباء اللي بيولدوا النساء يقول لك قبل ما بيولدوا شوف الولد في الوضع الطبيعي ولا مش في الوضع الطبيعي. معنى الوضع الطبيعي يعني إيه؟ أن تكون رأسه إلى أسفل بحت، إن كان الرأس إلى أعلى ما يبقاش وضع طبيعي. ليه؟ قال لأن ساعتها يأذن الحق ليطبق قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، كأنه هو كان خلق برضه إنما مش خلق آخر، خلق تابع لمين؟ كله تابع لأمه.
فإذا شاء الله أن يكون خلقا آخر يجي الطلق اللي بيقول عليه ودي مقدمات الميلاد ثم ينزل الولد. لو أن رأس الولد إلى أعلى وبعدين تنزل رجله بس وتلمس الهواء الخارجي يبقى عايز حياة ذاتية. حياة ذاتية يبقى لازم لها الهواء. رأسه مكتومة ما هوش يموت يختنق يموت. يقوم من لطف الله انه ساعه ما تبقى له حياة ذاتية اللي ينزل اول ما ينزل ايه رأسه. بمجرد رأسه ما نفدت المنخار ده وعرف يتنفس زي بعضه تنحشر شوية ويقعدوا يعالجهم يبقى فيه ايه يبقى فيه حياة. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لان لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو ايه؟ العلم اخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوصل. لسه ما عندوش لا ادراك ولا اي حاجة. فاذا جاي ايه خام. يبقى اذا اراد الله له ان يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسة اللي هي الايه السمع والبصر والانف اللي هو الشم واللمس كل دي والذوق كل دي الحواس. بس الحواس الخمس الظاهرة. فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا يبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زي تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أدركتها بلمسك؟ أدركتها بشمك؟ أدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة مني لكنك أدركت أنها ثقيلة ولا لا؟ يبقى إذا في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة سماها حاسة العضل. العضل يجهد في دي أكثر من دي يقوم يعرف إيه؟ ما كانتش معروفة دي. مثلا أنت زي ما قلنا مرة أنت تذهب إلى تاجر القماش وعايز تجيب قماش صيفي يقوم يجيب لك قماش كتير تقوم تمسك الثوب كده وتقول له لا ده تخين. تجيب واحد تاني يقول لك لا ده أرق وده أرق. بأي شيء أدركت إن ده تخين وده أريقيق وده أرق؟ إيه الحاسة؟ قال لك حاسة البين. لكن اللي بين الأنامل هو اللي حدد. تمسك دي تقول ده تخين، تمسك دي تقول ده رفيع. إذا ففي حواس كتير. إذا فأعد الله ذلك الخارج من بطن أمه بوسائل إدراك المعلومات. وإياك أنك أنت تفهم أن الطفل لا يدرك معلوما إلا إذا بقى له عقل وبقى له لا. الطفل ما دامت الجارحة بتاعته تؤدي وظيفتها يبقى ابتدى إيه عالم. ساعة ما يشوف أي حاجة ده علم، يسمع أي حاجة ده إيه؟ ده علم. يدق أي حاجة ده علم. وإذا كان جاه ما حط إيده مرة على بتاعه وطلعت حرقة هي مرة ما إن جه لمس حاجة ولا حرقته ما يجيش. إذن بيدرك ولا ما بيدركش؟ بيدرك كثير. إذن فالطفل ما دام حواسه قد باشرت مهمتها يبقى دي وسيلة من وسائل العلم. وسيلة من وسائل العلم تكون المحسات وتكون المعلومات العقلية. الولد أول ما مسك حتة حجازة نار وحرقته عرف إن ده هي بتحرق. اتكونت عنده قضية عقلية النار بتحرق. مش ضروري كل مرة بقى اتكونت عنده إيه؟ إذن فالأدوات التي تكسب الإنسان المعلومات الله أمدنا بها. الحق سبحانه وتعالى حين يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وسائل العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهل يشكر الإنسان إلا إذا على نعمة جاءته قبل أن توجد؟ كانتش موجودة عنده. يبقى إذن الإمدادات بتاعة السمع والبصر والفؤاد دي نعمة يجب أن إيه؟ نشكر الله إيه؟ عليها. حق سبحانه وتعالى رتب المسألة هذا الترتيب وجعل لكم السمع الأبصار والأفئدة. ترتيبه السمع والأبصار والأفئدة اللي هي الإيه؟ اللي بتاع المعقولات وتتخزن فيها. والله أنشأكم برضو وجعل لكم السمع والأبصار. كل آيات القرآن السمع والإيه؟ والأبصار والأفئدة مترتبة كذا. قال لك ده علماء وظائف الأعضاء بينونا أن الترتيب ده طبيعي. لأن إذا ولد وتأتي بأصبعك وتحطها قدام عينه
يعمل ايه؟ ولا حاجه، ما يرميش، لانه لسه ما شافش حاجه، عينه ما ادتش مهمتها لسه. من 3 ل10 أيام على ما عينه تؤدي مهمتها وتشوف. لكن اذا صرخت في الله، اذا اذنه ايه؟ ادت مهمتها، اذنه ادت مهمتها، وبعدين العين ايه؟ تؤدي مهمتها، وبعدين من العين والسمع والحواس الاخرى، لان دول السته بتوع الحواس، السمع والايه والبصر، ده ساده الحواس، تكونت المعلومات اللي في الافئده. يبقى اذا الترتيب ده طبيعي ولا لا؟ وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده، ده ترتيب طبيعي. علم وظائف الاعضاء اكد ان القران ايه حين رتبه هذا الترتيب، ده ترتيب ايه؟ وجودي. لكن الملاحظ في النص انه افرد السمع وجمع الابصار والافئده، وكان المقتضى يقول وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد على نطاق واحد، او وجعل لكم الاسماع والابصار، لكن اللي بيتكلم اليه رب، يبقى بيدي الالفاظ. قال لك تعال بقى، حين يوجد صوت في هذا المجتمع اللي احنا قاعدين فيه، هل يستطيع واحد ان لا يسمع؟ انما اذا وجد مرأى من المرائي ومش عايز يشوف ويعمل ايه؟ يغمر. طيب هل المرائي اللي احنا العيون اللي احنا شايفينها بتتحد في المرئي؟ يمكن ده بيبص للنقوش، ده بيبص للاعمده، وده بيبص للنقوش، وده بيبص ليا، وده بيبص هنا. انما حين السمع نتحد ولا ما نتحدش؟ اذا فالمسموع عند الاذان صوت واحد لا اختلاف فيه، لكن المرئي عند العيون يختلف. يبقى يقول هنا السمع وهنا الايه؟ الابصار. وكذلك ما تعيه الافئده برضه يختلف، في واحد يعي وفي واحد ما يعيش، وفي واحد يعي اكثر من الثاني، اذا بيختلف ولا لا؟ اذا وحد السمع، لان الصوت اذا اطلق ليس للعين قفل تقفله عشان ما تسمعش، لكن العين لها قفل تقفله حين لا ترى، وحين تتفتح العيون جميعا تختلف مرائها. يبقى ده عايزه ابصار ولا مش عايزه ابصار؟ كلام كويس. يبقى اذا عرفنا ان ربنا قدم السمع على البصر، لان السمع يؤدي ايه؟ مهمته اول شيء، والبصر بعدين، والسمع ماليش اختيار، اذا وجد صوت الكل يتحد في سماعه، لكن المنظر ما كلش يتحد في مرائه، ده بينظر مش عارف ايه، وده بينظر ايه، ده بتختلف. وايضا شيء اخر، وهو ان السمع هو الادراك المصاحب للانسان، فلا يفارقه ابدا حتى ولو كان نائما. لكن العين ما تشوفش. الله، الذوق ما يجيش الا مشان نايمين، انما الاذن قال لك لان بها الاستدعاء، نايم وعايز تصحيه، نايم وعايز ايه؟ تصحيه. اذا فالسمع اول ما يوجد من الادراكات، وهو المصاحب للانسان فلا يفارقه. ولذلك قلنا سابقا اذكروا أننا عند قول الحق سبحانه وتعالى، حينما أراد سبحانه أن ينيم أهل الكهف مدة طويلة، اللي هي قال عنها 300 سنة و9، وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، وفي رياح، وفي أزيز مش عارف إيه، وفي حوحوش، وفي أصوات ديابة، وفي أصوات، أم قال لك لو الحق سبحانه وتعالى تركهم على طبيعتهم لأزعجت غيبوبة النوم عندهم الأصوات اللي بيسمعوها. ولذلك قال الحق فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلنا للأذن ايه؟ اتعطل، لأنه لما اتعطلش كانوا يتعبوا كويس كده. الحق بيقول وجعل لكم السمع. هل السمع والأبصار والأدراك دي كلها بتوجد بعد الإخراج ولا هي موجودة قبل الإخراج؟ قال لك لا، فيه فرق بين الآلة التي وجدت قبل الإخراج، لأنه هو جنين في حاجة بتتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون تبقى مناخير، وحاجة تتكون تبقى أذن، وحاجة تتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون الله. لكن مباشرة عملها هي اللي بتيجي بعدين بقى لما يطلع للوجود، بيبقى له حياة ذاتية، هي ملهاش ضرورة وهي في بطن أمه. ليه؟ لأن كل الحاجات بتتبعية، لكن إذا خرج بقت له إيه؟ ذاتية. يبقى الجعل هنا معناها إيه؟ جعل لكم السمع، يعني الآلة التي تسمع، لا هي مجعولة وهو في بطن أمه.
اما ارجع على الاستماع بقى. السمع يعني ايه؟ الاستماع بعد ما تاخذ. والله اخبركم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اذن كلمه لعلكم تشكرون توحي بان السمع والابصار والافئده ستعطي لنا معلومات جديده تنفعنا في حياتنا وفي مقومات بيوتنا وننفع بها سوانا. والشيء الذي جدوى هذا العمل كان يستحق منكم ان ايه تشكروا. يبقى كل ما تسمع حاجه حلوه صوت كده او حكمه تحمد ربنا اللي بقالك وين. كل ما تشوف منظر جميل كده بديع كده تحمد ربنا اللي بقالك ايه. كل ما تشم رائحه جميله كده تقول تحمد ربنا اللي جعلك شم. والدليل على ذلك انك ساعه تجد في الوجود شواذ. واحد ما ابكى يبقى لازم اصم. شوف حياته بتبقى شكلها ايه. طب واحد اعمى ما بيبصرش. واحد ما عندوش ما بيشمش مثلا. واحد تستوي عنده الاشياء في المذاق الحلمات الازاقه دي ميته عنده. الله يبقى ده مفقود ادراكات لنعم الله المتعدده. لكن اذا كانت النعم كلها جايه بالمدركات يبقى كل نعمه تستحق ايه؟ تستحق الحمد وتستحق الايه الشكر. اذا لعلكم تشكرون ايحاء بان ما تعطيه الادراكات المخلوقه لله او المجعوله للانسان بعد ان يخرج من بطن امه اشياء ومدركات تنفع الانسان بحيث انه حين يتعلق به اي حكم من هذه الاحكام يحمد الله ان ايه ان كان كذا. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بنا الى صوره اخرى في الكون. دي صوره في الذات اللي هو الإنسان. وبعد ذلك ما حول الإنسان. لأن الإنسان قبل أن يخلقه الله في هذا الوجود أعد له كونا. هذا الكون فيه كل مقومات الحياة. شمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب ومية وأرض تنبت كل الأشياء دي والحياة كل حاجة. يبقى اعدها قبل ان يوجد الانسان. يبقى الانسان اخرج الى الكون من ادم والكون هيئ له. هذا الكون الذي هيئ له الله يريد منا مع الانتفاع بما فيه لابقاء ذواتنا وابقاء نوعنا. ابقاء ذواتنا بالطعام والشراب وابقاء نوعنا بالتزاوج والتكاثر. باقي بعد ذلك اسراء عقائدنا بالنظر في ملكوت الحق نشوف العجائب اللي موجودة في الكون عشان نستدل على أن الحق سبحانه وتعالى هندس كونه هندسة بديعة متداخلة ما فيش ما تصطدمش. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون. ده لما نعمل السيمافور والخطوط الحديدية اللي راح على كده واللي راح على كده وقاعدين واحد عشان بس يعني حوالج. لو المحوالج ده بس اختل شوية تصطدم الايه الإطارات مع بعضها. شوف الافلاك الكبيره دي لو اصطدمت يحصل ايه بقى. الله. ومع ذلك فلا استدار. اي شيء بخلقه الله فيه حركه وسكونه واستداره وجيا لا تحدث منه عقبات ابدا ولا مضره. ولكن الشيء الذي يصنعه الانسان قد يغفل المحول. قد تنكسر الشوكه بتاعه القضيب الرفيعه دي اللي بتخليه يتحول هنا ولا هنا وبعدين يبقى اللي جاي يروح يصطدم بالايه باللي رايح. فبيقول بقى حين أقول لكم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده صدقوني. ليه؟ أنا ما أقدرش أدرك برأي عيني جرم الأرض ولا جرم الشمس ولا جرم النجوم. ما نقدر على ده أشوف الحكاية دي ما أقدرش أشوفها. فربنا إذا قال لك إن الأرض دي مثلا كورة وعمالة بتدور ودي بتجري وده بتروح يبقى صدق. اوعى تقول الارض دي ازاي في الفضاء ولا بتقعش مثلا. اوعى تقول الميه عليها وازاي بتنقلب كده ولا بتوقعش. فقال لك انا حديك مثل مشاهد لك. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله. اوعى تقول الرفرفه دي هي اللي ساعات يروح عامل جناحه كده ويمشي كده هو ماشي. لو ما كانش في حاجه مسكاه من فوق كان يقع تحت.
طب واللي بيسبح زي اللي بيسبح؟ تمام. اللي بيسبح ربنا يعلمه حركة، بمعنى يعمل مقاومة، اللي تحت ما يشفطوش، وكذلك اللي في الطير لا اللي تحت بيشفطه ولا اللي فوق بيه. زي ما يرتفع يرتفع ينزل ينزل. ما تفتكرش ان دي لكل طائر له أجنحة؟ يقوم يعمل لك برضو طائر برضو له أجنحة انما ما يقدرش يطير، بس يا دوب يرفرف حاجات خفافة. طب الوزة الباحة، تبقى المسألة مش مسألة جناح، مسألة امساك من الله. لازم يديك المسائل المتشابهة ثم يتناقض الحكم فيها. يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض. اوعى تقول ان العملية دي من قال لك يا تصف يا تقبض ومع ذلك تفضل في ايه. يبقى اذا اذا قال الحق ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا، كلام صح ولا مش كلام صح؟ اذا بيديني آية محسة لي لنستدل بها على قدرة غير محسة الا باخبار الله عنها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ الجو طبعا الهواء، ما يمسكهن إلا الله. هوا ده احنا قلنا زمان الهوا ده اللي عليه ثبات الكون اللي انت بتشوفه ده كله، الجبال اللي ثبتها الهوا، العمارات اللي هي بنسميها ناطحات السحاب اللي ماسكها الهوا. اوعى تقول الأسمنت والحديد والمش عارف الايه والبتاع. ليه؟ أم قال لك بدليل أنك لو فرغت الهواء من جانب أي جبل أو من جانب أي عمارة كبيرة تقع العمارة. ليه؟ لأنك أنت خدت الهواء من هنا والهواء اللي هناك له ضغط فراح مميلها. أمال إيه اللي مخليها ثابتة؟ إن الهواء اللي من هنا يساوي الهواء اللي من هنا. إذن اللي ضابط المسألة كلها إيه؟ اللي ضابط المسألة كلها الإيه؟ الهواء. هات بقى الهواء في الطير، الهواء في الطير ما تحت ما يشدوه، فوق ما يطلعوش، زي ما عايز يمشي يمشي. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات، أي لعجائب، عجائب صنعة وعجائب خلق يجب أن تشوفهم إزاي عملها هذه العملية علشان نعرف كده. نشوف بقى الطيارة اللي عايزينها تمشي في الجو ولا تقعش، شوف كلفت الناس قد ايه ويعملوا لها قد ايه. اول واحد طار اللي هو ابن فرناس في المطار في الاندلس وعمل له اجنحة، طار صحيح، ولكن حين هبط نزل على مؤخرته فكسرت. ليه؟ لانه نسي ان المسألة مش مسألة طيران باجنحة، مسألة الهبوط ايضا. فطرت وبعدين أم قال لك نسي أن الطائر حين ينزل من الجو إلى الأرض ينزل على زمك، زمك الديل اللي عامل زي المروحة دي من ورا دي تروح نازل كده زي السوست، ما عملش له هو كده، هو عمل الأجنحة ونسي يعمل الإيه. وبعدين الطائر بقى اللي احنا بنشوفها شوف بتتكلف قد إيه علشان تإيه. وبعد ذلك إذا وقف المحرك وأخر على نظام طير السماء برضو أجنحة ومش عارف ايه وزمك بتاعها وتحولها من هنا لهنا، خدوها على ايه؟ على قياس صنعة مين؟ صنعة. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يؤمنون بوجود واجب الوجود وبحكمته ودقة صنعه وأنه ليس لصنعة البشر مثيل في صنعته. نعم. وفيه فرق جوهري، وهو أن الطائرة اللي احنا بنعملها لابد لها من إنسان. هذا الإنسان اللي قاعد فوق يقول لك لا ده دلوقتي بتوجه، والإنسان دلوقتي قاعد صورة بس بتوجه من برضه، عايزة إنسان ولا مش إنسان عشان يوجه الله. لكن الطير بقى ما حدش لا ركبه ولا حد عامل له دي ولا حد عامل له، ذاتية الحركة فيه ذاتية وليست ايه وليست تبعية. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. المفروض كلمة سكن، السكن مأخوذ من السكون، والسكون ضد الحركة. البيت اللي احنا بنسميه سكن ده لأن الإنسان جاي يرتاح فيه من حركة الخارج، يبقى في الخارج حركة وفي البيت. السكن قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ولذلك سمى الزوجة لتسكنوا إليها. يبقى في سكن الايه منزل وفي سكن الايه الزوجية، الاثنين ايه الاثنين سكن. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، ما دام بيوتكم وسكن احنا اللي بنعمل ايه؟ نقول له هو انت جعلتها منين؟ ما انت جعلتها من مخلوق لله، فان صنعتها حتى من الغاب، الغاب مخلوق لله. والفكر اللي رتب انك تعمل جدران من الغاب وله باب ومش عارف ايه فكر، والطاقه اللي خدت واشتالت وحضرت مخلوقه منين؟ عملته من الخشب، عملته من الطوب، برضو ربنا اللي اداك ماده الارض تعمل منها الطوب، واداك العقل عشان تحرقها، واداك القوه عشان تبني. يبقى الجعل اما ان يكون جعلا مباشرا واما ان يكون جعلا غير مباشر. يبقى ربنا اللي ايه لكن جعل البيوت دي في اماكن وبيئات الاستقرار. القوم الذين لا يستقرون في مكان، لان الاستقرار دي يتطلب مقومات الاستقرار. ولذلك لما يجي ينشئ مدينه يقول لك فيها مقومات الاستقرار، فيها يعني ايه؟ مرافقها موجوده، تشرب ازاي مثلا، تاكل منين، تعمل ايه، كل الحاجات اللي كل دي مقومات الاستقرار. اذا الانسان لا يتخذ لنفسه بيتا ومسكنا الا في مكان ايه مستقر، اللي فيه مرافق ايه مرافق حياته. طب والحته اللي ما فيهاش مرافق حياه، البدوي ده العربي اللي عايش طول عمره في الصحراء ده، هو طول عمره عمال يجري عند ماء، عند شويه كلا، عند شويه ميه، عند شويه مش عارف ايه، يشوف المرعى فين ماشي. طب يبقى ده ايه ام قال لك ما هو ده جعل له بيوت برضه، ايه من جلود الانعام بيوت تستخفونها، بيوت خفيفه، ناخد من الجلد كده ونعمل ايه، نعمل فسطاط، نعمل خيمه، نعمل مش عارف ايه عشان تبقى ايه خفيفه. يبقى جعل الاقامه من بيوتكم سكنا، وجعل من جلود الانعام بيوت ايه نستخفها، امتى؟ يوم ظعنكم. الظعن هو التنقل لطلب المعاش وطلب الكلأ وطلب منابع المياه او اقامتكم. برضو لما تكون مقيم كده عندك مثلا غيط ولا حاجه تقوم تعمل فيها خيمه، كانوا يعملوها زمان من الايه من الجلود ويعيشوا فيها وكل حاجه. كلمه بقى سكن يبقى تفيد الاستقرار، ومعنى الاستقرار يبقى فيه مقومات حياه. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني المكان اللي فيه الراحة بتاعتك وفيه كل النعيم لك، يبقى حدد له مكان إقامة. زي ما تقول لك اسكن الإسكندرية، يبقى حددت من الكون الواسع ده إيه منطقة. يقول لك اسكن مثلا ده منهور، مثلا اسكن كفر الدوار. اسكن كفر الدوار ده وطن عام. طب ايه اسكن شارع كذا من كفر الدوار، حددته. اسكن حارث كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن عمارة كذا من شؤون حطفة كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن شقة كذا. الله، اذا السكن عايز ايه؟ استقرار ذاتي لا يشارك فيه. استقرار ذاتي لا ايه لا يشارك فيه. كل ما وجد عدم المشاركة يبقى ده اسمه ايه؟ سكن حقيقي. لذلك حتى السكن في عمارة يقول لك صحيح انا ليا شقة، انما برضو الدوشة والهيصة والبتاع ما هو مش استقرار. يقول لك لا انا عايز بيت من ايه يسموه بيت من بابه، عشان يحقق ايه؟ عشان يحقق كلمة السكن. ليه؟ لان معنى كلمة سكن انا عايز ارتاح فيه الراحة الكافية اللي لا يؤرخني فيها حد على الاول. وديا حين تنظر الى الحركة تطلب الاتساع، وحين تنظر الى السكون تطلب الضيق. الحركه يبقى عايز عندك عزبه وعايزك متفدان، واللي عنده متفدان عايز عزبه تانية وعايز يجري، ما هي حركه. يبقى الحركه عايزه ايه؟ مجال واسع. انما السكن عايز مجال محدود. كل مكان محدود. اسره جايز، اسره من غير اولاد جايز،
وحدك جاي. ولذلك حتى الواحد لما يرتقي مثلا يوم يعمل قال له كل ولد ايه حجرة. الله بقاله في السكن سكن زي ما بقاله في الشارع عطفة، وبقاله في العطف عمارة، وبقاله في العمارة ايه شقة، يبقى له في البيت اوضة. قال دي منتهى الله. اذا كل السكن يعوز ايه، اذا فحركة الحياة تتطلب ان نتسع، لكن سكن الحياة يتطلب ايه وتعالى بقى يفرض انهم ولدين وحنسكنهم في اوضه واحده. ان كنا كده نقول لهم ناموا على سريرهم، ان كنا عايزين بقى تضييق شويه نقول لهم نقعدوا كل واحد سرير، مش كده؟ وبعدين الانسان يذهب بقى في الراحه والضيق الى ملبسه. اذا كل ما تعوز سكون كل ما تعوز خصوصيه ذات، خصوصيه ذات دي يبقى المجتمع عام تنفصل عنه بالبلد، والبلد العامة تنفصل عنها بالشارع، والشارع تنفصل عنه بالعطفة، والعطفة تنفصل عنها بالعمارة، والعمارة تنفصل عنها بالإيه بالشقة، والشقة تنفصل عنها بإيه بالغرفة والحجرة. إذن كل ما كنا نريد سكنا كل ما يعوز إيه. ليه؟ أم قالك أن السكن ده إما سكن قالب وإما سكن قلب. سكن القالب ده أنت عايز يبقى في حتة تمدد إطار، تمشي انت حر، تلبس فانيلا والبس بس انت حر، تلبس فانيلا بس انت حر، تلبس لباس بس انت حر، تتجع انت حر، لا مؤاخذة تطلع اي حاجة منك انت حر. يبقى اذا ما دام سكن يبقى عايز ايه؟ عايز حيز ايه؟ عايز بيض. طب وسكن القلب؟ عناء عناء الحياة. ايه الزوجة بقى الصالحة؟ تيجي بقى تقعد ايه؟ تكش فيها همومك. الزوجة الحلوة بقى الكويسة اللي سكن صحيح تعرف انه متعب في حركة حياته، لازم ان كان متنرفز ان كان مش عارف تعمل له ايه تطبق عليه سكن على الاول. ذلك حينما اراد الله ان يعذب بني اسرائيل اشاع سكنهم، ما ادلهمش حتة. وقلنا من بعده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب بالله اسمع كده، وقيل وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله، طب هو الناس هتسكن في ايه؟ ده المكان العام اللي كل الناس فيه، ما حدش يقدر يخرج منه. اسكنوا الارض. طب تقول لي مثلا اسكن القاهره، اسكن مثلا مصر، اسكن الاردن، اسكن، ما تقول اسكن الارض. طب ما هو الارض هي كلها لا. قال لك يعني تبددوا ما لا يبقاش لكم وطن، علشان يشرح لنا قول الحق وقطعناهم في الارض امما. ما لهمش وطن، حتى البلد اللي يكونوا فيه معزولين عن اهلها لا يذوبون. يبقى له حته اسمها حتى حاره اليهود، مش عارف ايه، حته لوحدهم كده، ولا يذوبون في غيرهم ابدا. يبقى ما لهمش استقرار مع الناس، انما لهم استقرار مع مين؟ مع بعضهم. انما في الامان. ولذلك اسكنوا الايه؟ اسكنوا الارض، مش اسكنوا مثلا البلد الفلان، لا. يبقى اذا الناس احوالها اما ان يبنوا واما ان لا يقدرون على البناء، يوم ربنا يجعل لهم بيوت خفيفه من جلود الايه؟ من جلود الانعام. تستخفونها تبقى خفيفه عليكم، والجمل اشتلى والحمار اشتلى وانت تشتلى ما كانش عندك اي حاجه. يوم زعنكم ويوم اقامتكم. ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أصوفها يعني الغنم، وأوبارها يعني الجمال، وأشعارها يعني المعز. إيه الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ شعر المعز ما يمكنش زي ما احنا بنقول يتندف، يفضل كل واحدة ايه منفصل. انما الصوف والوبر يقدر نقول ايه مزوا كده. ليه انت بتمزوا يعني ايه بتعمل ايه؟ ام قال لك الشعيرات بتاعته دقيقة جدا. معنى ان الشعيرات دقيقة جدا ان شعرات المعز قطرها ادخل، وله الصالحة للايه لكن الصوف والوبر القطر بتاعها قليل قوي، مع ان قطرها قليل 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 قوي الا انها تعتبر اسطوانه برضه.
تعتبر ايه؟ اسطوانة، يعني جفها ايه؟ فارغ. والى لقاء اخر ان شاء الله.